اليوم في اف ام دوك باش نحكيو على حكايه جاك جونسون. جاك جونسون اول ملاكم اسود اللون بطل العالم في الوزن الثقيل. العقبه اللي كانت قدام جاك جونسون ما كانتش منافسيه برك، لكن كانت زادة العنصريه اللي كانت طاغيه في المجتمع الامريكي العنصري في بدايه القرن العشرين، واللي ما كانش يتخيل لحظه اللي بطل العالم في البوالور والرمزيه اللي عنده متاع اقوى راجل في العالم تمشي الملاكم ينتمي لعرق دوني ومش للإنسان الأبيض. نحب نلفت نظر السادة المشاهدين اللي العبارات العنصرية المستعملة في الوثائقي هذا تعبر على آراء وعقلية اللي كانت في القرن العشرين عند الإنسان الأمريكي الأبيض المحافظ، وبتبيع ما تعبر جملة على الأفكار متاعنا ولا أفكار الوثائقي هذا، والغرض من استعمالها هو باش نعرفوا قديش عانى جاك جونسون باش يوصل للي هو فيه. جاك أرتر جونسون، الملاكم اللي سماوه عملاق غلافستون، المدينة اللي تولدت فيها في التكساس في زمان كان فيه السود في أمريكا أهمهم الوحيد القدرة على العيش. جونسون ربح حريته بيديه. الحكاية ما كانت سهلة، حكايته في حد ذاتها ملحمة في مجتمع عنصري يأمن بتفوق العرق الأبيض. جونسون اللي بعث الملاكمين البيض للقاع عاش في مجتمع يعاقب فيه أي كوب المختلط بالحبس، أما جونسون زادة كانت عنده الجرأة باش يعاشر نساء البيض. في غالبية عينين المجتمع الأمريكي المحافظ جونسون يمثل خطر على القيم الأمريكية، أسود اللون، متكبر، متحرر، بلاش أخلاق، والشي هذا ضد الطبيعة كيف ما يراوها المحافظين. أما جاك جونسون الحقيقي مختلف على الصورة النمطية الأحباء والأعداء. يقول جونسون لواحد من الصحفيين: ما يلزمكمش تنساوا اللي مهما تقولوا عليا عشت راجل. جاك جونسون تولد في مدينة غلافستون في التكساس في 31 مارس 1878، عام بعد إعادة تشكيل الاتحاد. المحاولة الأولى للحكومة لفرض الحقوق المدنية لجميع المواطنين فشلت، وسكان السود في الولايات الجنوبية لأمريكا اللي مازالوا كيخرجوا من العبودية القاور رواحهم يعيشوا الخصاصة والفقر من غير حتى سند. وهذاك الشيء اللي عاشوه بو أم جاك جونسون بالرغم تحررهم من العبودية. هنري جونسون بو جاك كان يخدم كونسيرج في مكتب، وأمه تايمي كانت عاملة نظافة، وبالرغم الخدمة المتواضعة هنري وتايمي نشحوا باش يربيوا 6 صغار ويقريوهم. في عمر 18 سنة جاك جونسون وقت طلعه بدنه بدن ملاكم قوي 182، قوة بدنية كبيرة، عضلات مفتولة وسرعة فائقة. جونسون خصص وقته للبوكس وبدأ يدخل في الفلوس من مقابلات صغيرة، ورغم اللي في بداية القرن العشرين الملاكمة ممنوعة في معظم الولايات الأمريكية، الرياضة هذه جبدت لها ملايين من المتابعين والعشاق من الطبقات الاجتماعية الكل، وبداوا يتحطوا القوانين للفن النبيل. لبسان القفازات ولا إجباري، تضبط وقت الروندات، الضرب تحت السنتورة تمنع. أما ما فما حتى جامعة وإلا منظمة تشرف على الملاكمة، ومكثر أطراح البوكس كانت تروكي، نتائجها كانت معروفة خاطر فيها برشا قمار وبرشا فلوس. وأول بطل عالم في وزن ثقيل هو بوستون سترونج بوي، قوي بوستون جون لوريس سوليفان، وتصويرته معروفة في معظم حانات أمريكا بما أنه أقوى راجل في العالم. ويقول سوليفان: ما نلعبش مع راجل أسود اللون، عمري ما عملتها وعمري ماني باش نعملها. بالنسبة لسوليفان ومحبيه بطل وزن الثقيل في الملاكمة ما ينجم يكون كان أبيض. صحيح الملاكمين السود ينجموا يلعبوا ضد ملاكمين بيض في أصناف أخرى، أما باش يربحوا البوالور مستحيل. سوليفان كان يعكس واقع المجتمع الأمريكي الأبيض العنصري في فترة صعبة برشا على السود الكل. عمليات الاعتداء والتعذيب والقتل للسود في جنوب أمريكا كانت تحصل كل يوم. جاك جونسون عنده تاريخته في مواجهة الخصوم بتاعه، كان صبور، يقبل الضرب ويهاجم وقت يلقى الفرصة. الشي هذا ما يعجبش الجمهور اللي جاي يتفرج في عرك لحوم، أما كان زادة يقلق الخصوم متاعه.
أما وقت اللي جيم كوربت ربح سوليفان في بطولة العالم بأسلوب دفاعي، الصحافة شكرته ووصفته بأذكى ملاكم في العالم. أما نفس الأسلوب الدفاعي متاع جاك جونسون وصفته نفس الصحافة بالرداءة والتخاذل والكسل، وهي صفات السود في مخيلة العنصريين. وحتى كان ملاكم أسود يربح، على خاطر سود الجمجمة متاعهم خشينة وما يحسوش بالوجيعة. نظرية تفوق العرق الأبيض على العرق الأسود ما أثرتش في جاك جونسون اللي كان يعرف حاجتين، يلعب ويربح. عام 1902 جونسون ربح 27 طرح ضد ملاكمين بيض وسود في وزن الثقيل. في الفترة هذه جاك كان يربح حتى $1000 في الطرح، مبلغ كبير في الفترة ذيكة، والشي هذا خلاه يطمح لما أهم، بطولة العالم للوزن الثقيل البوالوغ. حلم صعيب برشا في بلاد العنصرية ضاربة أتنابها، وبش يحقق حلمه جونسون يلزمه يربح بطل العالم جيم جيفريز. جيفريز أسطورة حية للمحبين متاعه، صحيح قابل ملاكمين سود قبل ما يولي بطل العالم، أما هو زادة ماهوش ناقص عنصرية. يقول جيفريز، نهار اللي ما عادش فما بيض باش نقابلهم نبطلها الملاكمة، وكا جاك جونسون بوكسور باهي أما نيجرو، وهذاك علاش عمري نلعب له، كان ما جيتش بطل عالم راني قابلته، أما ناخو الريسك باش يربحني أسود اللون انسى. أما في 1903 سمعت وشهرة جاك جونسون كبرت برشا، وحتى جريدة بوليس غازيت أكبر جريدة رياضية في أمريكا طالبت جيفريز باش يقابل جونسون. لكن البطل الأبيض ما تلفت لهي الجملة، وفي ليلة من أكتوبر 1904 جونسون يشد جيفريز في حانة في سان فرانسيسكو ويطلب منه باش يقابله على الرينج. بالطبيعة جيفريز ما قبلش، يعمل هكا وجونسون يركز $2500 على الكونتوار، واقترح عليه يقابله في الكاف، وكان ينجم يطلع الدروج $2500 مبروكين عليه. جونسون جاوبه ما نلعبش في الكافيت. وفي 1905 جيم جيفريز أعلن الاعتزال متاعه بعد ما قضى على منافسيه الكل واستقر في مزرعة في كاليفورنيا. أما قبل ما يعتزل شد حكم بين الزوز المتنافسين جدد على بطولة العالم للوزن الثقيل ما بين هارت وروت. مارفين هارت ربح لقب بطولة العالم، وبعد عامين خسر لقب متاعه ضد ملاكم كندي اسمه نواب روزو وسمى روحه توني بارنز. وكيف جيفريز ما كان عنده حتى نية باش يلعب الجونسون. جاك جونسون كان محبط قبل اعتزال جيفريز، ولا توا يحس بالقهر بعد ما سمع إلي بيرنز ماهوش ناوي يقابله، وقعد يلعب ضد منافسين بيض وسود ويربحهم بصفة آلية. ورغم اللي جونسون كان مشهور في أمريكا، أما حتى حد ما يعرف اللي هو إنسان مثقف واللي يحب المطالعة والتاريخ، والمثل الأعلى متاعه كان نابليون بونابارت اللي كيفه بدأ من الصفر. جونسون كان يعشق السيارات الرياضية وكان يصلح وحده ويسوق كراه بالكورس. بارنز ماهوش عنصري برشا، هذا في الظاهر، على خاطر ما قالش اللي ما يحبش ينزل ملاكمين سود، أما حد سوم مستحيل $30,000 سوم ما يقدر عليه حد. لكن بارنز طلع غالط في حساباته. عام 1908 منظم أسترالي اسمه هو ماكنتوش لم المبلغ هذا. بارنز توا ما عاد عنده حتى عذر، أما شرط كيف ما يحب. مداخيل فيلم الكومبا معاه $30,000، وجونسون ما ياخو كان $5,000. أما أخيرا جونسون تحصل على الفرصة متاعه. المقابلة تقرت من غدوة نويل 1908 في سيدني أستراليا، وبرنز قال الصحافة باش نفشخ هالنيجرو مدام اسمي تومي بيرنز. وصحافي أسترالي كتب، المقابلة هذه تجسد الجمال الأبيض ضد الخيوبية السوداء. ورغم هذا تمرينات جاك جونسون لقات الآلاف من الفضوليين الأستراليين. نهار المقابلة الملعب اللي باش يحتضن الطرح معبي للآخر، والناس اللي قصت البرة أكثر من الداخل. الجمهور كل بتبيع كان مع بيرنز،
أما الحكاية ما وقفتش عند التشجيع. جونسون وين يدور يلقى جمهور يسب فيه ويوصف فيه بعبارات عنصرية. أما يا جبل ما يهزك ريح، جونسون قعد يفرق البوس يمين ويسار على الجمهور اللي دخل في حالة هستيريا. ومن أول الطرح المقابلة في اتجاه واحد، جونسون فتق بيرنز من بعده، والسبان متاع الجمهور والفريق المرافق لبيرنز ما أثرش في جونسون. وكل ما الكندي يحاول باش يوجه لكمة، جونسون يعاقبه. ومع كل روندا تنهار نظرية العنصرية متاع تفوق العرق الأبيض. وكل ما بيرنز يجي باش يتيح، جونسون يعاونه باش يقف باش يزيد يهينه أكثر. والجمهور بدأ يطلب في إيقاف المباراة. وفي الروندا 14 قبل ما بيرنز ينهار، البوليس يتدخل ويأمر بإيقاف المباراة وينبه على المصورين باش يوقفوا التصوير. ما يلزمش العالم يشوف راجل أسود يطيح بالكاو راجل أبيض. في أواخر القرن العشرين علوية الرجل الأبيض في الكون حاجة ما معهاش لعب. أما بالنسبة لجاك جونسون بعد 14 سنة على الرينج وفي سن 30 سنة، المهم ولا أول إنسان أسود بطل العالم في وزن الثقيل، والصحافة خذت الموضوع كأنه نهاية العالم. وحسب جريدة ريتشموند بلانت، انتصار جونسون هو أهم حدث بالنسبة للسود الأمريكان في الأربعين سنة الأخرى. أما هي والعنصريين البيض القاولوا سبة، قال شنو توني بيرنز متحيل وعمره ما كان بطل العالم، ولذا بطل العالم للوزن الثقيل يقعد ديما جيم جيفريز. مارس 1909 جاك جونسون يرجع للولايات المتحدة ويصرح اللي هو مستعد باش يدافع على اللقب متاعه ضد أي بوكسور بما فيهم جيفريز. جيم جيفريز اللي ولا عمره 34 سنة ويوزن 135 كيلو بعد على البوكس في الضيعة متاعه. أما الضغوطات قويت عليه باش يمنع شرف العرق الأبيض، والصحافة سميته The Great White Hope، الأمل الأبيض الكبير. جيفريز في الأخر قبل باش يواجه جونسون، مش على خاطر الضغط برك، أما زاد باش ياخو 100,000 دولار، وهو ثروة كبيرة عام 1910. والولاية الوحيدة اللي فيها البوكس ماهوش ممنوع هي ولاية نيفادا، واختاروا مدينة رينو. والإشاعات بدأت تخرج وأنه الكومبا تروكي، واللي جيفريز مقبل باش يرجع يبوكسي كان مخذي الضمانات اللي جونسون باش يتلتخ بعد مخذي جريزة باهية يضمن بها مستقبله. أما هذا ممنعش الجرائد الأمريكية باش تسمي مقابلة جونسون وجيفريز بمقابلة القرن. يقول العنصريين الأعراق الملونة هي أكثر عدد من العرق الأبيض، أما ما تنجم تعيش إلا ما تقبل بالدونية متاحة وبتفوق العرق الأبيض. ورغم هذا احنا البيض قبلنا اليوم باش نحضروا طرح بوكس يمكن يربح فيه رجل اسود بوه وامه كانوا عبيد. وكان ربح افضلية العرق متاعنا الراقي باش تولي موضع شك، والعواقب الاجتماعية والسياسية كان يخسر جيفريز باش تكون وخيمة. وهذاك علاش العالم الكل عينيه على الطرح. اكثر من 5000 صحافي من العالم الكل وصلوا لمدينة غينو وصوروا تمارين جونسون وبطبيعة تمارين جيفريز اللي رغم التوتر اللي كان فيه نجح باش يطيح 45 كيلو ويطيح زادة سبارينج بارتنر متاعه واحد ورا الاخر. وحتى من بطل العالم السابق جون سوليفان جاي طلع عليه ويهزله في المورال متاعه. الطرح باش يتلعب نهار 4 جويليا 1910، عيد الاستقلال الامريكي. الحكاية حكاية حياة او موت. البيض الكل مراهنين على جيفريز، والسود حطوا شهاريهم والبربوار متاعهم الكل على جونسون. الكوتا كانت 10-4 لجيفريز. 20,000 متفرج أبيض اللون جاوي يشجعوا في البطل متاعهم. نهار 4 جويليا مضي 2:30 متاع القايلة، يدخل جونسون وبعده جيفريز للحلبة ويبدأ الطرح. ومن الروندة الأولى جيفريز بدأ بالهجوم على جونسون، أما جونسون كان يدافع على روحه بكل هدوء. وفي الجولات اللي بعد جيفريز حاول يزيد فرصي باش يطيح جونسون، وبدأ يضرب فيه على كرشه باش يطيح الجارد متاعه. وبشوية بشوية بدأ يظهر التعب على جيفريز،
والسنين اللي عديهم بعيد عن الرينج أثروا عليه، وجونسون لقى الفرصة بشي يدمر بدن منافسه. وفي نهاية الروند 14 جيفريز خشمه مكسر، العينين منفوخة، وجهه وبدنه سقيه بالدم متاعه. الروند 15 جونسون يطيح منافسه مرة، اثنين، ثلاثة، وصوت الجماهير المفجوعة خليت فريق جيفريز يرميه المنديل. المقابلة وفات، باع وروح. واستعرف جيفريز اللي حتى في الأوج متاعه جونسون أقوى منه، والتاريخ قيد اللي جاك جونسون أول بطل أسود في الوزن الثقيل وباستحقاق. إنجاز جاك جونسون كان حدث كبير في أمريكا وفي العالم، وبعد ربح مقابل جيفريز عمليات انتقامية كبيرة ضد المواطنين السود في أمريكا خليت عشرات القتلى ومئات الجرحى. ومقابلة اللي كانت تصورت ما تعدتش في دور العرض في السينما، لأنه لا يعقل أنه ملاكم أسود يغلب ملاكم أبيض. وقع إلغاء الحكم هذا عام 2018 من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاك جونسون مات في 10 جوان 46 في حادث مرور. الحاجة اللي ما يعرفوش العباد اللي جاك جونسون هو اللي حل النادي المعروف الكلوب دو لوكس كوتون كلوب. دونك حياة جاك جونسون كانت مليئة بالمآسي، لكن كانت زادة مليئة بالإنجازات.